اديني واحد من ده وواحد ابوه. صوفيا ايه؟ صوفيا صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص، ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية سونيا جميلة، جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبيل؟ طب يا اخويا ما تزقش، قول لي واحد والدك العلوان ده اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي، ده في المعصرة. واروح ال 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 المسهرة دي اروح ازاي؟ يا اخي اطلع من نفوخ، انا مش فاضيلك. اول مرة تنزل مصر. ايه؟ اول مرة تنزل مصر. ايوه انا اول مرة انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقية في حياتك. حياتك الباقية، صحيحكم مشكور، ما نجيلكش في حاجة وحشة، وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه، هي اللي كانت فضلاني من الدنيا، لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفة شيء، كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه، في بلد اسمها خربتها، امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش، اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومة حتى تعرف، ولا احنا عايزين نعرف حد، ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقة دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى؟ الا مهم، من غيره العمارة ما تتبنيش، هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجة؟ مستني العربية اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حتة اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسأل اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصارة. نزلني فين؟ المسعارة. تنزل المسعارة. ايوه. المعصارة. ايوه. تسأل اي واحد يقابلك وتديله الورقة دي، هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالك. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي، مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرتك، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف بقى؟ دي الكوبايه 8 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الميه البيضاء دول ب 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ ثلاثة تعريف اهم. حلو قوي كده، كويس. ما تحش وسطك. محدش يدفع اكتر من ثلاثة تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب باب ايه؟ انت كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هم الوزراء بقى ليهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش. تتشرب؟ ولا بتشرب. امال باب ايه؟ باب. ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويلة، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه، هي باب اللوق دي. عليك نور. طب يا اخي قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا شعبك. يلا يلا بينا. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي هنداوي، انت هنداوي؟ ايه في ايه؟ قوم افتح الباب يا راجل، بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولي الام يا ولي، مين حاجينا ساعة زي دي؟ الام؟ قوم يا راجل افتح دهدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين.
ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعال يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم، ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي، خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيشي. تعيش يا مرات خد، ما تلكيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمدة قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا، ودي وقعت. اهدي، احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السوني. سوني؟ ايوه، بتاعها بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال. انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك. قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مونة الناس يا بول، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك، مطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي، ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني أهياني أهياني أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله إيه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهين مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتروق لنا كمان يا ولية. عيب يا ولية. اسكت انت، أنا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا أخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الأوضة. إيه إيه يا راجل، أنت ما صدقت. حلو، هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، أنا فهمت أنت عايز إيه. قوم يا خالكك حش وسطك أنت راخ. قوم يا بغل. هتشد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر ايه امال؟ بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جلونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خال. ايوه شيل. هات شيل يا علي. يلا شيل. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرونجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده؟ طب حش وسطك.
اقول لك ايه احسن ايه؟ شواخه انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاقي ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيال عايزهم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال. حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافية. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت مين اللي على ودانك يا مرات خالي؟ ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي بيقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشه تقرف يا اخي. ما تخليش بالك. هو بني ادم على نياته وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. ايه اول حي يرجع؟ افتح يا خال. ما تردش عليه. شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فزه وبتخمد. انا مش هتخمد. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو.
عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا زهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شقه محسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي، اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي والله، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي، قولوا لابوها ان كان جعان يتعش. انا عايز افهم ايه الحكايه تمام. يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه، من خربتي بحيره. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيره. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في؟ اهو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكلي. ايه؟ تعالى دوق اكلي يا ست، الله يكرمك.